السلام عليكم. اليوم راح اشرح لكم مكان المورتل بليد. طبعا الان انا توني قاتل جينشرو. راح نبدا من عند جينشرو بالضبط. اول ما تقتل جينشرو بس نحط زين حلو، هذا يسحب عليها، روح عند كورو. هذا فعل برا الصنم ذا، روح كلم كورو. حط الخيار الثاني، نبيها حنا تروح لنفس المكان اللي هناك اللي في الزاوية. شوف الآن سألتني عن المورتل أو النهاية، نهاية المورتل. الآن نروح نكلم إيما. رجعت ارتاح في البونفاير. حلو، الآن نكلم كورو مرة ثانية. حلو، روح عند هذا الصبار أتوقع اسمه، واضغط مربع. كورو أتوقع الآن تتحرك هنا مفروض. ايه الان بنسألها عن ايش، هو اللي راح يعلمنا مكان المورتل. حلو، الان نروح مع ذا المكان النافذة دي. ايش نحصله بجنبنا قريب مرة. هذا مكان ايشن، لا انتم اتوقع راح تحصلونه، لكن انا متعمد اني ما القاه هنا. ان في حركه اذا ما لقيته هنا لازم تسويها. بس نروح عند البونفاير، اذا ما حصلته في نفس المكان تروح البونفاير، تروح ال لا مو دي، هذه الاشينا كاس الكيت او جيت. حلو، ترجع ورا مع الدرج ذا. في واحد نلقاه في المعبد ذا، لازم نخلص له مهمة عشان يطلع لنا ايش. ايوه هذا هو، مربع مربع. سكب سكب سكب، ما تحتاج شيء، راح يعطيك قطعة اتوقع. اي صح، تحط الخيار الاول اللي هو اكسبت. حلو، الان طلب منا مهمه، راح نروح نسويها على السريع. قريب اصلا مهمه من هنا. يقول اتوقع في ثلاثه يتجسسون عليه، فبنروح نخلص عليهم سريع سريع ونرجع له. سكب على ذا ما تحتاجه، خليني بس احط ذي عشان في واحد غثيث. هذول هم ثلاثة، تقتل أول واحد تروح للثاني بسرعة وتقتله. يبقى الأخير، حطيه. حلو، خلصنا عليهم. الآن نرجع نفس الشايب اللي في المعبد. راح يعطيكم هي شجرة مهارات للي ما فكها، لكن أنا فاكه كله. هذه هي أشياء. حلو، الآن نرجع المعبد.
او مكان ايش؟ ترافل انها نموذج، هذه هي لأوبر تاور كورو روم. سكر ذولي ما تحتاجهم، نروح نفس المكان اللي موجود في ايشن. الان يرسبن معك، انا متعمد اني اخليها كذا عشان اذا ما حد لقاه يروح نفس المكان اللي رحت له. هذا هو كلمة تسأل عن المورتل. حلو، تسألها تقول لها about اول خيار. شوف الان قاعد يقول لنا عن المورتل بليد. انتبهوا هنا، حطوا ثاني خيار اللي هو وير كان ذا مورتال بليد بي فاوند، اطول خيار. خلاص لا نسحب عليه في مكان بالرخاء. الان اروح للمورتال بليد، لكن طريق شوي طويل. انا اتوقع ما راح اعدل في المقطع شيء عشان يكون واضح لكم. اسحب عليه يا رجال، تروح ترفل لأشينا كاستل. هذه طبعا انا فاك من قدام بس ان عشان يكون واضح لكم. يا سلام، الان تروحون من هنا. سكت ذولي ما تحتاجهم. في بونفاير قدام اذا تبي تفكها، مو اذا تبي، لازم تفكها. هذا تاجر لكن ما لنا فيهم. الان تعلق بالخشب اللي فوق، كم السيده وتطيح هنا. في برضه بونفاير قدام، هذه هي. الآن تنزل مع البحر. شوف أنا ما أنصحكم كنت تسكبون الأعداء ذولي، قاتلوهم، لكن أنا مستعجل عشان المقطع. حلو، الآن ننزل المصعد مربع. حلو، الآن نرفعه مربع. يا سلام، الآن تقريبا وصلنا مدينة ثانية أو مكان ثاني. هذه ما أدري سالفتها لكن ما تهمنا. هذا البونفاير ولعوه ومشوا مع نفس الطريق اللي أنا قاعد أمشي منه. في اعداء هنا واجد تفرم فيهم، مره يعطون فلوس ويعطون ايتمات، لكن انا بسكبهم. الان طريق مع اليسار، شوف تعلق هنا وتنط هنا. كم هذول أعداء صعبين مرة. هذا هو، ما أنصحكم تقاتلون. حلو، أتوقع قدام في بونفاير ثانية. هذه هي، ومن هنا فيها تاجر.
التاج المخفي اللي بيروح له، تعلق بالشجرة اللي فوق، بعدين هنا يا سلام. ايش فيه؟ حلو، انا تعلق بدي. اوكي، طبعا هنا في بوس سهل مره مو صعب، لكن لا انا قتلته طبعا، لكن لا تقتله، صد، واذا عاد بتموته او زي ما تقول الخط حقه وصل للنهايه، حاول انه يكون على حافه عشان يطيح، لان لو قتلته في الوسط او شيء ما يموت، يرجع يحيى من جديد. طيب نكمل. في بونفاير هنا ما فكيتها، تنزل من هنا، تقفز تتعلق بالمبنى الثاني بنفس الطريقة مع المبنى اللي قدام. إذا في أشياء مهمة على طريقي راح أعلمكم، هي زي مثلا المكان ذا، في هنا بوست إذا تبي تقتله، لكن ما يهمنا، كمل مع الطريق ذا. من هنا انتبه، فيها عدو قدامنا كريه اللي هو عملاق، هذا هو. خلاص وصلنا البومفاير اللي بعد اللي فتحناه قبل، اللي هي من هنا مربع. لا تخافوا من الاعداء ذولي، ما راح يقربون ان شاء الله. سريع، حلو. رست عشان الاعداء يرجعون مكان اماكنهم. طيب هذا المكان، الان لازم نقتل بوس القرد، راح اعلمكم كيف نقتلهم. اتوقع اللي اذكره اي بوس القرد ان شاء الله. يب يب. طيب الان في قرد ورانا على طول، هنا قتلناه، حلو. روح ورا هذه واستعمل ايتم الاختفاء، حلو، لانهم مره غثيثين يشافوك. ثاني قرد، اخ شافني والله. ثاني قرد هذا هو، راح نسكبه نرجع له بعدين. تشوفونهم فوق اثنين، هذا هو. اتوقع انا راح اطول عندهم والله، انها هجت. فك الباب ذا، او اسمعوا اختصار للوقت، ابرجع على البومفاير وقتلهم من جديد. خليني نقتل ذا، لاني راح اطول والله وانا طاردهم. هو مفروض انك تقتلهم وهم ما يدرون عنك. حلو، نرجع من جديد. سكر سكر ما تحتاج. طيب القرد الاول هنا قلنا لكم، حلو. ارجع هنا، استخدم ايتم الاختفاء، هذا هو. خلوا العلامة تروح، انا استعجلت قبله. اي حلو، راحت، هذا هو. يا سلام، هذا ثاني قرد. الثالث وين؟ الرابع هنا، بنجيه بعدين. الثالث مع الطريق ذا اتوقع. يب هذا هو قدامنا، شافنا والله. ما في مشكلة، حلو حلو. طارده، اتوقع انه يوقف هو فوق. تسلق هنا،
نسلق هنا. حلو، هذا الثاني. باقي الأخير. الأخير مثل ما قلت لكم فوق الشجرة دي اللي في الوسط. هذه هي. يا سلام. حلو. خلاص الآن قتلناهم. مرة إيزي. أهم شيء إذا قفطوك ارجع من جديد لأنك راح تطول معهم. وبرضه آيتم الاختفاء حاول إنك تأخذه. الآن ينقلونه عند معبد البنت. أتوقع ما خاب ظني. يب. خلاص جبتها الآن. جبتها الآن. فك البونفاير دي وروح كلم البنت. يا سلام، هذه هي. حط اول خيار ايدو. خلاص الان تعطيك اياه. راح اسكب عشان الوقت. هذا هو. خلاص لا ترجع تكلمها. خلونا بس نستعرض. طبعا هذه مهارة. اللي يسأل هذه مهارة تفكها، لكن هذا هو احنا حاطينه. حلو، هذا هو. يا سلام. ومثل ما قلت لكم انا ما حبيت اعدل على المقطع، راح تشوفونه طويل، بس ما حبيت اعدل عليه عشان تكونوا فاهمين بالضبط. ويعطيكم العافية.